بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في أحضان مدرسة نت، دوما مع دروس علوم الطبيعة والحياة. إذا درسنا اليوم بحول الله سيكون موضوعه الوسط الداخلي، الوسط الداخلي طبعا في جسم الإنسان. إذا كان هناك وسط داخلي في جسم الإنسان، أكيد مؤكد أن هناك وسط يدعى بالوسط الخارجي. إذا الوسط الخارجي هو كل التجاويف التي لها علاقة بالوسط الخارجي. إذا على سبيل المثال المجاري التنفسية، نعم التنفس له علاقة، الجهاز التنفسي له علاقة بالوسط الخارجي، نعم. إذا المجاري البولية، شكرا، البول يخرج إلى الخارج، معناها له علاقة بالوسط الخارجي. إذا الأنبوب الهضمي أيضا له علاقة بالوسط الخارجي، سواء من فتحة من الفم أو من فتحات الشرج إلى آخره. الآن الوسط الداخلي في جسم الإنسان، ماذا يقصد بالوسط الداخلي؟ الوسط الداخلي هو كل حيز مغلق غير متصل بالخارج، ويتمثل في مختلف سوائل الجسم التي تؤمن ماذا؟ سوائل الجسم التي تؤمن الاتصال بين سطوح التبادل وخلايا الأعضاء. من هذه السوائل الدم، شكرا، الدم يجري في جهاز مغلق، إذن ليس له علاقة بالوسط الخارجي، إذن هو عبارة عن وسط داخلي. اللنف أيضا، اللنف يجري في وسط مغلق، ليس له علاقة بالوسط الخارجي، إذن هو وسط أيضا داخلي. لدينا أيضا السائل الذي يسبح بين خلايا أعضاء الجسم، هو عبارة أيضا عن وسط داخلي. خلال هذه الحصة بإذن الله سنحاول أن نتعرف معا، إذن ما هي العلاقة يا ترى بين ماذا؟ إذن ما هي العلاقة التي تربط بين الدم، اللنف والسائل البيني؟ جيد، من أجل هذا نتطرق إلى النشاط الأول. النشاط الأول موضوعه أو عنوانه مكونات الوسط الداخلي، ما هي مكونات الوسط الداخلي؟ جيد، إذا نبدأ معا بالتعرف على مكونات الوسط الداخلي. إليك قبل ذلك مقطع طولي في عضلة بالمجهر الضوئي، قرب ماذا؟ قرب شعيرات الدموية مع الخلايا العضلية. إذن ها هي أمامكم، إذن الشعيرة الدموية وها هي الخلايا العضلية. جيد؟ الآن إذن هذه عبارة عن شعيرة دموية وهذه عبارة عن خلايا عضلية، وانظروا القرب بين الشعيرات والخلايا، هذا يعني أن هناك علاقة. جيد، إذن الآن لو أجرينا تكبير لهذه الشعيرة الدموية مع الخلايا العضلية سنتحصل على هذا المخطط. إذن نتعرف على بياناته معا. أولا الشريان، طبيعة الحال الشريان يتكون من مجموعة من الشعيرات الدموية، الشريان يتفرع إلى مجموعة من الشعيرات الدموية. الشعيرات اللمفاوية ها هي أمامكم، تكب أين؟ شكرا، تكب في وعاء لمفاوي. جيد، إذن شعيرات دموية، شريان شعيرات دموية، إذن أوعية لمفاوية تكب في الوعاء اللمفاوي. لدينا ماذا أيضا؟ خلايا عضلية، إذن خلايا العضوية هنا خلايا عضلية. جيد، هذه الخلايا العضلية يسبح بينها سائل، ها هو سائل يدعى بالسائل البين الخلوي، هذا السائل تسبح فيه خلايا أو يسبح السائل بين خلايا الأعضاء. جيد، أخيرا الوريد، إذا شريان يدخل إلى الخلية العضلية ويخرج منه وريد، شكرا. الآن جيد، إذا النتيجة التي نتوصل إليها معا هي أن الوسط الداخلي يتكون من ثلاث مكونات إذن أساسية، وهي شكرا، أولا الدم. نعرف معنى الدم، الدم هو سائل أحمر يدور في جهاز مغلق، يدور في جهاز مغلق يعرف بجهاز الدوران.
هذا الجهاز مقسم، جهاز الدوران مقسم إلى دورة صغرى ودورة كبرى، سنتعرف على هذا في الحصص المقبلة بإذن الله. إذن يبلغ حجم الدم في جسم الإنسان حوالي 5 لترات. شكرا. إذن المكون الثاني للوسط الداخلي هناك السائل البيني، وهو سائل يسبح بين الخلايا. جيد، هو سائل غني بماذا؟ بالماء والبروتينات. موجود أين؟ شكرا، موجود بين الخلايا. إذن ها هي صورة أمامكم، شعيرة دموية، إذن شعيرة لمفاوية، إضافة إلى السائل البين الخلوي الذي يؤمن الاتصال بين ماذا؟ بين الخلايا والسائل. جيد، إذن الآن اللمف هو من مكونات أيضا الوسط الداخلي. هو سائل يتشكل من السائل البيني. اللمف يتشكل من أين؟ شكرا، اللمف يتشكل من السائل البيني ويجري في الأوعية اللمفاوية يشبه الدم، عدا خلوه من ماذا؟ من فقط الكريات الحمراء. إذن الدم واللمف متشابهان، فقط أن الدم يحتوي على الكريات الحمراء واللمف لا يحتوي على الكريات الحمراء. حجمه في جسم الإنسان حوالي 3 لترات. جيد، الآن بعدما تعرفنا على مكونات الوسط الداخلي، الآن في النشاط الثاني سنلاحظ العلاقة بين السائل البيني اللمف والدم. إذن جيد، نبدأ أولا بماذا؟ إذن ها هي أمامكم صورة تبين العلاقة بين السائل البيني اللمف والدم. إذن إذا أجرينا ماذا؟ تكبير لخلايا عضلية، خلايا العضوية هنا بالذات خلايا عضلية. جيد، إذن نلاحظ وجود ماذا؟ سائل بين خلوي. هذا السائل بين الخلوي إذن يؤمن ماذا؟ قلنا يؤمن الحاجيات العضوية. إذن ها هي أمامكم خلية، إذن ها هو السائل البيني الذي يؤمن الأكسجين والمغذيات للخلايا. إذن هذا السائل ينقل المغذيات، ينقل الأكسجين والمغذيات لخلايا العضوية كي تقوم بعملها، وأيضا ينقل غاز ثاني أكسيد الكربون والفضلات من الخلايا. الخلايا عندما تقوم بعملها تطرح ماذا؟ تطرح غاز ثاني أكسيد الكربون والفضلات. جيد، أي في السائل البيني. الآن العلاقة، ما هي العلاقة يا ترى بين السائل البيني الدم واللمف؟ أمامنا إذن ماذا؟ شعيرة دموية. طبعا الدم يتكون من ماذا؟ يتكون من مصورة وخلايا دموية حمراء تنقل الأكسجين والCO2. لدينا أيضا مغذيات داخل الخلية. إذن قلنا أن هذا السائل يتشكل بعد الترشيح من هنا من الشعيرات الدموية، يترشح من هنا ليتشكل هنا سائل يدعى السائل البيني. قلنا أن هذا السائل البيني يؤمن ماذا؟ يؤمن الأكسجين والمغذيات للخلايا، والخلايا تقوم بماذا؟ بطرح CO2 والفضلات. من ينقلها أيضا؟ شكرا، ينقلها السائل البيني إذن إلى الدم، ومن هنا تنتقل من الدم تنتقل إلى أجهزة الإطراح. إذا تكلمنا عن CO2 سينتقل إلى أين؟ ما هو جهاز طرح CO2؟ شكرا تلاميذي الأعزاء، إذن ينتقل إلى الرئتين، إذن يخرج على شكل صفير. أما الفضلات الأخرى فتنتقل إلى باقي أعضاء باقي أجهزة الإطراح. عندما أقول أجهزة الإطراح على سبيل المثال الكليتين أو الجلد إلى آخره. إذن النتيجة يتشكل السائل البيني انطلاقا من الدم بعد ترشيحه عبر جدران الشعيرات الدموية. جيد، الآن نواصل معا. إذن تسمح حركة السائل البيني هنا بين الخلايا بنقل المواد مثل ماذا؟ شكرا، كما تكلمنا المغذيات الغازات والفضلات بين ماذا؟ بين الدم والخلايا. جيد، نواصل معا. إذن يدخل السائل البيني إلى الأوعية اللمفاوية. ها هو السائل البيني موجود هنا، أيضا سيدخل إلى الأوعية اللمفاوية الذي يشكل اللمف بطبيعة الحال. هذا وعاء لمفاوي، هذا اللمف الذي يعود مجددا إلى الدورة
الدموية، جيد، قبل وصوله إلى القلب، جيد. الآن نواصل معا. النشاط الثالث، سنتعرف معا أعزائي التلاميذ على ماذا؟ على مكونات الدم، مكونات الدم. إذن يتم فصل الدم، يتم فصل مركبات الدم عن طريق تجربة تدعى تجربة الطرد المركزي أو التذفيل، تجربة الطرد المركزي أو التذفيل. بطبيعة الحال يقوم بها جهاز، هذا الجهاز يدور بثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف دورة في الدقيقة الواحدة، يفصل فيها مكونات الدم. جيد، التجربة التي ستقام ما هي؟ إذا إحضار أنبوب اختبار، نضع فيه دم طازج، شكرا، ثم نضيف له ماذا؟ أوكسالات الأمونيوم. لماذا نضيف أوكسالات الأمونيوم؟ جيد، لمنع تخثر الدم، جيد. إذا نقوم بوضع أنبوب الاختبار، ها هي أمامكم أنبوب اختبار بدم طازج، نضيف إليه أوكسالات الأمونيوم، جيد. يتم فصل المكونات. إذا تفاصيل الدم ها هي أمامكم. بعد عملية التذفيل يتم فصل المكونات إلى ماذا؟ جيد، إلى بهذا الشكل. إذا تعطينا طبقة أولى تسمى عبارة عن سائل أصفر يسمى البلازما أو المصورة. طبقة ثانية تتكون من ماذا؟ من الكريات البيضاء إضافة إلى الصفائح الدموية، وأخيرا الكريات الحمراء تترسب في الأسفل، في أسفل الأنبوب، وبهذا يتم فصل مكونات الدم. ملاحظة فقط، يتشكل الدم من طبقتين، طبقة علوية تدعى المصورة وتتشكل 53% من حجم الدم، أما الطبقة السفلية فتدعى خلايا الدم، تترتب معنا الخلايا. إذن خلايا الدم وتشكل 47% من حجم الدم، هذا يعني أن المصورة أكبر من حجم خلايا الدم، جيد. الآن نعطيكم رسم تخطيطي تفسيري فقط لسحبة دموية. أولا قلنا أن مكونات الدم تسبح في سائل يدعى ماذا؟ يدعى المصورة أو البلازما، جيد. لدينا أيضا من مكونات الدم لدينا كرية بيضاء متعودة.